ذات شمل والتقائي بين أصحاب الكساء دار بالأنس حديث قال في أذن السماء يوم الزهراء قالت لختام الأنبياء أنت من أسميت ولدي يا وليدة تفضل باسمي يا نور عيني وقل لنا بعلم الله ما اسم جنيني وما أنا وبعد الحسن بعد الحسين بفضله سآتي بأخير تفضل باسمي يا نور عيني وقل لنا بعلم الله ما اسم جنيني فبكى المصطفى موجعا مرهفا فبكى أخذ المجلس صمت ريثم الوارد علي قال يا طه قال طه يا ابنتي يا حبة الروح وأكثر اسمه Oh.
ومن دار